تأسست جمعية إغاثة أطفال فلسطين في عام 1992، وقد نمت لتصبح أحد أكثر منظمات الإغاثة الإنسانية غير الربحية وغير السياسية فعالية في العالم. تم إرسال أكثر من 2000 طفل مريض وجريح إلى الخارج لتلقي رعاية طبية مجانية لا يمكنهم الحصول عليها محليا. يتطوع الآلاف من الأطباء والممرضين من جميع أنحاء العالم بوقتهم وخبراتهم لتوفير رعاية طبية مجانية لعشرات الآلاف من الأطفال المرضى والجرحى في المستشفيات المحلية في فلسطين والأردن ومخيمات اللاجئين في لبنان. تدير الجمعية مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية لتأمين الرعاية الطبية والجراحية للأطفال اللاجئين في لبنان والأردن والأيتام ومبتوري الأطراف في غزة، والعديد من المبادرات لتلبية احتياجات المجتمعات المتأثرة في جميع أنحاء المنطقة. قامت الجمعية ببناء القسمين الوحيدين لعلاج سرطان الأطفال في غزة والضفة الغربية، وتعمل على استكمال وحدة العناية المركزة للأطفال وقسم علاج أمراض قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. على مدار 9 سنوات متتالية حصلت جمعية إغاثة أطفال فلسطين على أعلى تصنيف 4 نجوم من منظمة تشارتي نافيجيتور لحفاظها على انخفاض التكاليف الإدارية مع توفير مستوى عال من الشفافية. أفرع المتطوعين لجمعية إغاثة أطفال فلسطين في جميع أنحاء العالم هي مصدر قوتنا الأساسية. نحن فخورون بتقديم الإغاثة الطبية والإنسانية بشكل جماعي وفردي للأطفال العرب في بلاد الشام بغض النظر عن جنسيتهم أو سياستهم أو دينهم. يرجى الانضمام إلينا ودعم عملنا الإنساني من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.bcrf.net.